فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير أعزائي المشاهدين بمناسبة المولد النبوي الشريف، أهلا وسهلا بيكم وأولى حلقات برنامج بين الناس مع الدكتورة هبة الله فقط على قناتكم قناة الصحة والجمال. النهاردة الحلقة هتبقى دسمة جدا، فيها يعني قيمات كبيرة جدا في نظري طبعا، وهم نماذج يا ريت الكل يعني يحتذى بها وياخدوها قدوة ليهم. النهاردة هيكون معايا ضيفي وضيفكم الأستاذ الشاعر ممدوح الزغيبي، هو شاعر الإسكندرية أو الشاعر السكندري يعني، وكمان المخترع الأستاذ مفيد أديب، وهيكلمنا طبعا النهاردة عن اختراعه على الأجهزة، اخترع جهاز خاص بذوي الاحتياجات الخاصة أو نقول أصحاب الهمم. بنرحب بحضراتكم معايا النهاردة. أهلا بك، كل سنة حضرتك طيبة وصلنا المشاهدين بخير. طيب لو هنبدأ مع الأستاذ ممدوح، لو نتكلم كده حضرتك، أنا سمعت قصائد كتير لحضرتك، قصائد شعرية ممتعة طبعا، وكل قصيدة بالنسبة لي بتجسد أو بتوصف حالة من المجتمع اللي احنا فيه، سواء كان حزن سواء كان فرح أو سواء كان حب. طيب الحب طبعا انواع، لو هنتكلم عن حب الوطن او وخاصه سيناء نقول فيها ايه؟ هقول قصيده عملتها من فتره عن سيناء، بيقول فيها: سيناء كل حبه رمل فيها عشق لينا، لما غبتي عنا يوم والصهاينه غدروا بيكي، كان اي شيء ممكن يهون، ارواحنا تروح ونشتريكي، لو دم الشهداء اصبح سيول مستحيل نضحي بيكي، كان اهم حاجه تعودي لينا يا ارض سينا، يا ارض الفيروز والسلام، عند الله ليكي مكان، وذكرك المولى في القران، ومر منك انبياء، يا وحي النور والايمان، وجبل الطور كان مكان لشعاع النور من السماء، ومن عليه ناجى موسى ربه في علاه، الطهارة جوه اسمك وفي التاريخ حفروا رسمك، حتى رملك فيه شفاء، ازاي تهوني يا أرض سينا، يلي كل شبر فيك حكاية لينا، يوم ما رجعتي والعالم رفرف عليكي، يوم ما رجعتي والعالم رفرف عليكي، كل شهيد ضحى بنفسه عشان ترابك، وقال لك حبيبتي لو كان لي عمر تاني لقدمت هدية عشانك، لأجل تعيش يا سينا حرة، ده انت حته من قلب طيبه، مصرنا ام الدنيا الحبيبه، ومن روعه طبيعتك والسحر الزايد في مكانك، كنت مطمع من زمان، بس بلادنا ليها جيش تتزلزل تحته الجبال، لو حد فكر يوم يمسك يكتب نهايته بدون كلام، رجعوا التاريخ وشوفوا اللي كان، مصر شافت الحروب الوان، الصليبيين والهكسوس والتتار والرومان والامريكي والانجليزي والفرنسي حتى الصهيوني الجبان، والنتيجه مصر مقبره للغزاة، عشان بيلاقوا شعب صامد، شعب حر وله كيان، عشت يا بلاد العروبه، دمت مهد للاوطان، دمت فخر للاوطان، دمت فخر للاوطان. الله الله ما شاء الله، كلمات جميله جدا، ودايما الاستاذ ممدوح بيمتعنا في قصايده بالكلمات المعبره اللي بتسيب في النفس اثر. طب لو ننتقل طبعا مع الاستاذ مفيد، حضرتك اخترعت آلة خاصة بذوي الهمم طبعا، بتساعدهم في ان هم يقدروا يقوموا باعمالهم، او نقدر نديهم فرصة جديدة او امل جديد يقدروا بيه يبقوا نزود الايدي العاملة، ونقدر يعني زي ما بنقول كده نولد حلم جديد جواهم. يا ريت حضرتك تكلمنا طبعا عن الجهاز وفكرته طبعا. طيب انا بس خليني قبل ما اقول لك فكره الجهاز والكلام دوت اقول لك ارقام كده صغيره بس توضح الموضوع كله. احنا على مستوى مصر عندنا 11 مليون معاق او اصحاب همم او مبدعين او ذو احتياجات خاصه. ال 11 مليون دول مهمشين، في نفس الوقت الدوله بتتكلف بيهم تكافل وكرامه، 5% الشركات حايره بيهم، وفي الاخر الشركه بتقول له خد 500 جنيه واقعد في بيتكم. الناس دي ما عندهاش امل في الحياه، محطمه. الناس دي محتاجه حد ياخد بايديها. من هنا اتولدت الفكره
كنت مره ببص على النت عادي كده، لقيت مكان صغير احجامه صغيره كده، المكان ده وظيفته بيشكل معادن. انا خطر في دماغي الاول ان احنا نشغل بيها ستات البيوت او الستات المعيله او الاسر المنتجه، لكن صغر حجم المكنه وما بتاخدش مساحه، وبعدين ميزه تشكيل المعادن ان هو بيخش في صناعات كتير. خطر في دماغي وانا بقرا برضو في موضوع المعاقين دوت الرقم خضني، فقلنا ايه اللي هيجرى لو الناس ديت اشتغلت من بيوتها. حضرتك عارفه ان يعني معظم الحالات دي ما بتعرفش تتحرك او حركتها صعبه، الاعاقه بتبقى في عضو معين في الجسم طبعا، بالظبط، سواء الايد او الرجل. تمام. هو المكان ده موجود بره على النت، احنا ما اخترعناهوش، احنا اخترعنا او ابتكارنا الجديد في فكرتنا ان احنا نتبنى الفكره ان الراجل دوت هنديله مكنه ونوزع عليه الخامه هو يصنعها وناخدها منه ونحاسبه، هو لحد كده دوره انتهى. بس انت هنا خلقتي له مورد رزق، وفي نفس الوقت هتقدري تشيلي من على الدوله موضوع المعاش تكافل وكرامه والكلام ده كله، وهتشيلي عبء يعني عبءه هو من اسرته. في نفس الوقت الراجل ده بعد كده لما يقدر يصبح منتج، الدوله بدل ما هي بتدي له معاش هتقدر تحصل منه ضرائب. من هنا ابتدى الابتكار. هو ابتكارنا ان احنا هنعمل لكل حاله اعاقه المكنه اللي تناسب الاعاقه الجسديه بتاعتها، يعني اللي هيشتغل بايديه هيشتغل، اللي هيشتغل برجليه هيشتغل، الكفيف هيقدر يشتغل. ممكن كمان جهاز خاص بالمكفوفين. المكفوفين هو اختراع تاني، احنا عاملين كاميرا للمكفوفين كده بتساعدهم ان هم يمشوا. هي الفكره عباره عن الكفيف بدل ما هو ماشي لوحده ومجرد اللي بيصاحبه العصايه بتاعته، بس بيتحرك في مربع ضيق اللي هو يقدر اللي هو حافظه بالخطوات. احنا فكرتنا ان احنا بنركب له كاميرا هنا او في النضاره، هي كانت هنا الاول مع التطوير بتاعتها بقت نضاره، وحد تاني بيتابعه على الموبايل عن طريق ابلكيشن وبيفضل يكلمه. سماعه زي سماعه البلوتوث كده، بيتكلم معاه ويبدا يوجه له المساحه اللي قدامه او الطريق اللي هو داخل فيه او ماشي فيه، يعني نقول كده زي الرفيق له او زي ضله. بالظبط، عشان كده حتى احنا مسمينها الونيس. الونيس لان هو حد ماشي بيونسه. مش شرط الراجل دوت يبقى قريب في المنطقه عنده، ممكن يكون من بلد تانية خالص. حضرتك عارفه التكنولوجيا دلوقتي وصل لكل حاجه، فهي الفكره كده ببساطه. نرجع معلش للجهاز، للاجهزه بتاعت ذوي الهمم او اصحاب الهمم. المكن دوت مكن صغير، بس المكن دوت على قد ما هو فكرته صغيره وتافهه، لكن هتصدقيني هتقدر تحرك اقتصاد. التكلفة بقى يا فندم، التكلفة بتاعت الأجهزة دي هل هي مكلفة ولا ممكن الدولة يعني تبدأ تتحمل تكلفتها وتبدأ تنتجها هي بنفسها؟ بص حضرتك، احنا عرضنا المشروع دوت على وزارة الصناعة وعلى بنك ناصر وعلى وزارة التضامن، وكلهم طبعا البيروقراطية بتاعتنا في البلد ما ظهرتش للأسف لسه. فأنا من برنامج حضرتك هو الجيش اللي هيقدر يعملها، أنا بناشد السيد وزير الدفاع هو اللي يتبنى الفكرة دي، والفريق كامل الوزير، هما الاتنين دول اللي هيقدروا ينجحوا الفكرة دي. طبعًا إحنا من برنامجنا هنا بنناشد طبعًا السادة المسؤولين والمؤسسات إن هما يعني يساعدونا ويحطوا إيديهم في طبعًا مخترع ممتاز زي الأستاذ مفيد، هو بيقدم وسيلة بنقدر بيها نخلق حلم جديد وأمل جديد لأصحاب الهمم. طبعًا هم مش ناقصهم حاجه، هم بالعكس هم ممكن يقدروا ينتجوا ويشتغلوا اكتر واكتر بدل ما يبقوا عبء على الدوله، لا بالعكس انا بخليهم يبقوا ايدي عامله، بزود الايدي العامله، بزود الايدي اللي بتشتغل وتساعد البلد، ودول هيبقوا بيشتغلوا يعني بقلب اكتر. طيب يا فندم، هتنقل لحضرتك تاني، نرجع لحضرتك تاني، نرجع لشاعرنا العظيم بقى شاعر الاسكندريه. لو نتكلم عن القصه الاخيره طبعا شهيد الشهامه اللي هو مثال لينا كلنا، يعني مهما حصل ومهما دارت الايام ده يدل على ان زي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الخير في امتي الى يوم القيامه، شهيد الشهامه محمود البنا. لو حضرتك مجهز لنا قصيده فيه تقول فيه ايه؟ مشي خلاص، مشي خلاص وما سلم، وساب كل ما فيا بيتالم، وراح النور من عيني، وقف النبض في قلبي، وجفت كمان شراييني وقت ما حسوا بغيابه، فارقني وراح نور عيني، ما لحقتش افرح بشبابه، وساب العتمه لسنيني، راح على الجنه وبزفه، مت شهيد يا نور عيني، عشان راجل ومن يومك والشهامه بتجري في دمك، نم وارتاح يا قلب امك، صبرني يا رب على فراقه،
دي كل الناس بتدعي له دايما بالرحمة في غيابه، وبيحكوا كتير عنه ويقولوا البنا مات راجل، شاف بنت في الشارع جري يحميها ما تحمل، بيضربها شاب من سنه وتحت ايده بتتألم، وصرخها مزلزل الشارع وفيها بيضرب ولا همه، ده تربية ابوه وامه. عايش في الدنيا متدلع، ما يعرف معنى النخوة ولا حق الجيرة والعشرة ولا يقدر قيمة الاخوة، والشرف عنده كلمة واو بلدي، وفي لحظة غد قتل ولدي عشان فاكر نفسه محمي بسلطة، وقتل الروح مش ورطة ويخرج منها بسهولة، وكل الناس عبيد عنده، لو بحق معاك السلطة واخدها غاية وحماية معانا خالق السلطة، اصبر بس واستنى بحق حرقة كل القلوب عالبنة، حيجيلك يوم وللموت تتمنى، هتشوف العذاب ألوان وتعرف يعني ايه روح انسان، ولبست كلبش في ايدك وعدل الله ما حيسيبك، مهما 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 ظهرك كان محمي، وعرفوا كمان يحموك سواء جدك ولا ابوك، في يوم حتروح للعزلة واي شيء ما حيفيدك بدون فايدة ولا لازمة، حساب الاخرة مستني، لا حينفع تقول ابويا فلان ولا فلان عمي، يا ريتهم عرفوا يربوك ما كانوش في الموقف ده شافوك، عشان بقيت ما تشرف، والبنا بقى قدوة لشبابنا والكل بيه بيتشرف، راح على الجنة يتهنى وانت في الزنزانة مشرف، وانت في الزنزانة مشرف. كلمات أكثر من رائعة، كلمات بتعبر عن كل ألم وكل وجع دب في قلوب الأمهات طبعا نسبة لأم الشهيد أم محمود البنا، ولكن برضو أنا بحب أقول كلمة إن احنا طبعا عندنا ثقة ويقين في القضاء المصري، واللي شايفه القضاء احنا بنحترمه، بس أهم حاجة إن كل الشباب يبقى محمود البنا مثال وقدوة ليهم، أي حد يشوف الغلط ما يتهاونش عنه، بل بالعكس أنت أجرك وحسابك عند الله. ده طبعا شيء مشرف جدا ومثال مشرف جدا رحمه الله طبعا. طب نرجع طبعا للمخترع بقى، مخترعنا العظيم الأستاذ مفيد، لو نتكلم بالنسبة للأجهزة اللي حضرتك، الآلة اللي انت بخترعها لذوي الهمم أو أصحاب الهمم، الجهاز ده بيبقى محتاج تدريب، يعني الشخص بيبقى محتاج تدريب عشان يشتغل عليه؟ هي برضو عبقرية الفكرة بتاعت المكن ده، ان هو التدريب بتاعه مش هياخد أول مرة بس نص ساعة، لان هو المكن بيبقى ستاندر عدد لفات معينة خلاص الشكل اللي هو عمله خلص. وعبقرية المكان ده برضو ان هو بيعمل ميكس مع صناعات تانية، بمعنى يعني الشكل الفردي اللي بيطلعه الراجل اللي هو عمل دوت عشان يتقفل منتج نهائي، ممكن يدخل معاه منتجات تانية وصناعات تانية زي الخشب والستانلس والصاج، في الاخر هيطلع منتج نهائي. الراجل من دول المنتج اللي بيطلعه محتاج من 20 ل 30 واحد يقفلوا المنتج دوت عشان يطلع منتج نهائي. يعني لازم يبقى في مجموعه بعد ما المنتج بيخلص يقفلوا المنتج، يعني نقول بيفنشوه كده في النهايه يعني. لكن مزبوط. لكن هم الاساس او اساس العمل هم البدايه اصحاب الهمم، البدايه من اصحاب الهمم. كل واحد من دول زي ما بقول لحضرتك محتاج من 20 ل 30 واحد. فالرقم دوت حضرتك احنا عندنا 11 مليون، لو اشتغلنا على 100,000 200,000 منهم وكل واحد منهم عاوز 20 ولا 30 واحد يقفل وراه ويعمل صناعات تانية معاه، فحضرتك المستهدف من المشروع ده لا يقل عن 4-5 مليون. تمام. الرقم ده بفكرة صغيرة في الآخر. هيتحقق بالفكرة الصغيرة. حضرتك حاولت تسوق للمنتج ده عن طريق السوشيال ميديا؟ في ناس بدأت تطلبه من حضرتك؟ ولا لسه هو قيد التنفيذ وان هو يعني تم اختراعه واحنا مستنيين حد بقى يبدا يسوق له او حد ياخد على عاتقه ان هو يبدا يطرح الاجهزه دي في السوق؟ في الحقيقه انا كان عندي امل في الوزارات بتاعتنا في الاول، بس طبعا حضرتك ممكن تقدر توجه طبعا من خلال برنامجنا رساله للوزارات المعنيه بالموضوع، احنا بنناشدهم طبعا ان هم يحطوا ايديهم في ايدينا طبعا عشان نقدر نساعد اصحاب الهمم. اتفضل يا فندم. انا بوجه برضو تاني لوزير الدفاع بس والجيش، هما الناس دي هي الناس مسؤوله، لان هي مش هيتاخروا طبعا، مؤسسات كبيره وما عندهاش بيروقراطيه. احنا للاسف لسه المؤسسات بتاعتنا والوزارات بتاعتنا لسه البيروقراطيه هي ماشيه، المشروع معاهم من شهر 6
في بنك ناصر وفي وزارة الصناعة وفي وزارة التضامن، رحت عرضت عليهم برضو وما فيش حاجة. خلينا نرجع احنا هنبتدي حضرتك طرحت بقى عينات او وحدات من الالات دي في السوق او حد اشتراها من حضرتك؟ احنا اوريدي عملنا تجربة مع 4 حالات، عملنا منتجات، عملنا زي فوانيس كده بس اتعملت متأخرة، فاحنا برضو قررنا نعتمد. يعني انا طول الفترة اللي فاتت دي انا بقى لي سنة شغال في الموضوع، اللي قدرت اعمله ان انا انسق مع كام جمعية اللي هي المنظمات المجتمع المدني. الجمعيات ديت ناويين ان شاء الله هنعمل خط انتاج للفوانيس من بدايه من الاسبوع اللي جاي او اللي بعده، وعندنا امل طبعا في الدوله لان الموضوع كبير ومحتاج مؤسسه محتاج كبيره، محتاج تكلفه، يعني محتاج يبقى يعني يتحط له كده زي دراسه جدوى ويتظبط عشان يتم طرحه في الاسواق. وهي اصل كمان هي الدوله لو اتبنته احنا هنقدر نعمل مكان، مش مكان بس لتشكيل المعادن، هنقدر نعمل مكان للبلاستيك للخشب للورد بتاعت الصواميل، هنقدر نعمل مكان لأي حاجة. لكن الفكرة كلها ان لازم الناس دي تروح لها الخامة لحد بيتها، وبعد ما يخلصوا ناخدها منهم وبعدين نجيب خامة تانية عشان نكملها منتج نهائي. فالموضوع كبير، اي جمعية او اي مؤسسة صغيرة تتبنى الموضوع، مش بس الهيئات الحكومية. يا ريت كمان زي ما نقول كده ولاد البلد، ولاد بلد مصر، طبعا ما شاء الله في رجال اعمال، في شباب عنده طموح يقدر يساعدنا برضو ان احنا نقدر. المهندس احمد ابو هشيمه الراجل برضو بيقوم باعمال في القرى كتير طبعاً. والحاجات دي هتقدر هو يقدر يدخلها في مشاريعه، او المهندس نجيب ساويرس برضو الكلام ده ممكن يخش في مشاريعه، المنتجات دي تخش في مشاريعه. هو لو اتبنى الفكره بس خلاص الموضوع دايره ودارت بس طبعاً. ده اللي احنا طب بالنسبه اللي حضرتك بتقول ان الجهاز او الاله بيروح لذوي الاعاقه او صاحب الهمم في بيته، طب ما فيش مكان مثلا نبقى نجمعهم فيه؟ هي ورشه هي عبقريه الفكره حضرتك، ان احنا بنقول الناس دي مش بتقدر تتحرك، في يوم اللي هيقدر ينزل ورش، لكن هي القصه كلها معموله للي في البيت اللي مش بيقدر يتحرك. في حالات عندها شلل رباعي ما تقدرش ما تتحركش. ما هو برضو الناس اللي هتروح تاخد منهم بعد الخامات بعد ما تخلص دي برضو تكلفه تانية، ان هو يروح توصيل وياخد. معلش هي في الاخر يعني احنا برضو في الاخر هنبقى ارخص من الصين. يعني شوف حضرتك الصين ارخص حاجه مع الفكره الصغيره اللي احنا بنعملها، مع ان حضرتك بتقولي ناس هتروح تاخد دليفري موتوسيكل رايح بشويه خامه، الخامه بتاعتهم قد كده بالظبط، بعد ما يخلصوها هتبقى قد كده في صندوق الدليفري بس، كاني حد طالب بيتزا ولا حاجه وصلها وخدها تمام. بعد كده يوديها بقى للورش وهي او المصانع وهي تقفلها تمام وتدمج معاها. الموضوع بسيط في الفكره وفي التنفيذ بس هو كل اللي فيها ان احنا محتاجين بس اي هيئه، المؤسسات المعنيه ان هي يعني زي ما نقول كده تتكفل بتنفيذه بس. هو الفكره بسيطه، احنا بس عايزين التنفيذ بقى على ارض الواقع. الجيش الجيش انا اول واخر الجيش. طيب يا فندم معانا فيديو هنطلع نشوفه ونرجع لكم تاني. ده مكان تشكيل معادن، بيتصنع منه الاشكال بتاعه الفرفرجيه زي اللي بتبقى في الابواب في الشبابيك اللي في السراير اللي في الكونسوله اللي في المرايه. ميزه كمان تشكيل المعادن بتخش بتعمل معاها ميكس مع صناعات كتير قوي، يعني هتشغل معاها رخام، هتشغل خشب، هتشغل ازاز، هتشغل كهرباء، كل ده في الاخر عشان يطلع منتج نهائي. الفكره كلها جت بعد ما انا عملت المكان دوت، وبعد ما فوجئت ان اسعاره بره غاليه قوي، واستعنت بالصناعيه والمهندسين بتوعنا المصريين. احنا عندنا شويه جواهر في مصر ان كانوا صناعيه او مهندسين، محدش مفيش يعني محدش بص على الموضوع 5 دقايق على النت طلعوا عملوها في المصنع عندنا. لما ابتديت صنعت دوت لقيت ان المفروض اللي يشتغل بالمكان ده، جات لي الاول فكره ستات البيوت، احنا عندنا ستات كتير في البيوت ما بيشتغلوش، بدل ما ينزلوا يشتغلوا في البيوت كخدمه او يعملوا حاجه. وكمان موضوع عندنا الصناعه في مصر للاسف الحرفه ابتدت تختفي، فالموضوع كل الافكار دي جت في دماغي مره واحده مع المكن المبدع الصغير ده. المكن ده ملهم ومبدع، خصوصا بعد ما بتبتدي تشتغل منه وتبتدي تطلع منه اشكال، تبص تلاقي انت بتخش في حاجات حلوه. فاللي خطر في بالي كله يعني المكان ده عشان ما بياخدش مساحه وما بياخدش مكان وما بياخدش مجهود،
خصوصا ان احنا ممكن نخلي العزم بتاعه قليل، يعني حديد تخين ممكن بعزمه كويس كده وقليل هيطلع، حديد رفيع زي اللي في الصاج دوت هيشتغل بسهولة. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وطبعا شفنا في الفيديو السابق قد ايه ما شاء الله الفكره بسيطه وحاجه كويسه جدا، وامل وبدايه يعني بدايه خير نستبشر بيها طبعا ان احنا نقدر ندي امل للشباب طبعا ولكل ذوي الهمم او اصحاب الهمم. طبعا بنشكر عليها طبعا مخترعنا العظيم الاستاذ مفيد قديم طبعا. شكرا. ونتمنى ان شاء الله طبعا ان الدوله والمؤسسات يعني زي ما احنا بنقول ايه تساعدنا في تنفيذها وطرح المنتجات دي او طرح الالات دي. نرجع طبعا لشعارنا، لو قلنا طبعا احنا اتكلمنا على حب البلد وحب الوطن طبعا، وده شيء غريزه بيجري في دمنا كلنا. كمان برضو الشعر للمحبين بقى رساله اكيد، فلو نتكلم كده حاجه رومانسيه النهارده للساده المشاهدين ان شاء الله. هنقول حاسس ان الدنيا دي ملكي، وان نجوم السما دي بتاعتي، وانت يا عمري شمس وقمري. ممكن اعرف منك حاجه؟ ممكن اسال بس سؤال؟ انت حقيقه ولا خيال؟ لو انت حقيقه ليه سبتيني اعيش في الدنيا لحظه لوحدي؟ اصل العيشه بدونك جنبي اكتر ما الطفل بدون الام وحاله يبكي. لا لاقي امان ولا لاقي حنان، ولا حتى الفرح له عندي مكان. حتى انفاسي بتخرج مني وانها ترجع مش مضمون، ده وصف بسيط لوجودك جنبي. والله انا عقلي مش مجنون، وان كلامي برضو قليل لاحساس كبير جوه النفس كان مكتوم. ولو كنت خيال خليكي دقيقه، لو دقيقه كتير طب نص دقيقه، طب اشوفك ثانيه والمح طيفك، طب اغمض عيني وبرضو هشوفك. أنا أصلي خلاص بقيت مجنونك، وسواء كنت حقيقة ولا خيال بقتلي إدمان. بس هقولك برضو كمان، لو أنت خيال أخدت قرار إني أكمل عمري الباقي معاكي، عشان بهواكي وبتمناكي، ولو أشعر فيكي هسرح فيكي. أصلك أنت حكاية الميت موال، والوصف جمالك ميت موال. أصل أنت حكاية الميت موال، والموال لوصف جمالك ميت موال. وحفضل أعيد وأزيد كمان، خلاص سلمت ليك أنا أمري، ده أنت كمان العين والنني. ولو فضلت الحلم هعيشه يا عمري، هعيشه يا عمري وعمري ما مل. أنت القدر وأنت الحلم، انت القدر وانت الحلم. الله، طبعا دي نهايه سعيده ورساله جميله لكل عاشقين وكل محبين طبعا. في النهايه طبعا في نهايه حلقتي النهارده انا كنت سعيده جدا بضيوف الاعزاء الاستاذ ممدوح الزغيبي، شاعر ما شاء الله متميز جدا، والمخترعنا العظيم الاستاذ مفيد اديب. بشكر حضراتكم طبعا، وعلى امل اللقاء بكم في حلقه مقبله ان شاء الله. سلام عليكم.